اي حد ان شاء الله بعد ما ياخد الكورس ده هتبص تلاقي داخل في البورده بتاعتك. هي البورده الاولية اللي انت ان شاء الله الموضوع سهل بس هو عايز تركيز، لان كل نقطه وكل خطوه وكل خط في البورده ممكن يودينا في مكان ثاني خالص، فاحنا لازم نفهم احنا بنعمل ايه. هنقسم الدوره دي لاربع اجزاء، فحص العناصر. فحص العناصر ده مهم جدا، لان فحص العناصر ده انت لو عرفت من المكون اللي فينا ده بيقول ايه وعائلته ايه ورايح فين وجاي منين وجهده فين، انت بعد كده تلاقي بتاع البورده بتبقى كاشفه نفسها. لما يكون عندك بورده مثلا قطع باور، انت عارف الباور فين؟ وهي عامه اي بورده في الدنيا بتتقسم لاربع اجزاء. تتقسم لاربع اجزاء. خلي البورده كده معانا هنعملها كده. هنسمي ده الضم. هنسمي ده ريسيفت الاوامر. اللي هو انا هبعت امر. هسمي ده استقبال الاوامر اللي هو البي بي. هسمي ده كده تنفيذ الاوامر اللي هو البورده بروجرام. تمام؟ اي بورده. طبعا هذا من البورده في ايدك. عارف ان ده قطع باور، يبقى انا شغلي هنا. ما اروحش عندي السيستم. تمام؟ انا عندي ان هنا في ريجليتور بياخد 12 فولت من مكان ويطلعهم لمكان خمسه، ما اروحلوش هو، في قبليه. بالبلدي كده لما اجي اخش الشقه ما اطلعش من السطوح. انا داخل من البيت. السلم الشقه. ايه؟ ان حددت انت بتعمل ايه ورايح فين وجاي منين؟ الموضوع سهل. انا بس مش عايز اخوفكم لان البرد رخمه. ولو احنا قلنا صعبه هتبقى صعبه اكتر، لكن احنا هنقول لها انت ضعيفه واحنا اقوى منك. حلو كده؟ اول حاجه مهمه عندنا جدا احنا نتكلم على الافوميتر ده. الافوميتر ده عايز اقول لك بيشتغل ازاي، والافوميتر ده ازاي. لما يكون عندي مقاومه هو بيطلعها لي، هي المقاومه دي بتتكلم؟ طب هي المقاومه لو حد فينا يمسكها بايديه اللي شغال او مش شغال، هي فيها جهد بيكهربني عشان الافوميتر يقراها؟ الافوميتر ده فيه دايره داخليه. نعرف الدايره ونعرف اللي بيحصل فيها. تمام؟ اما عبد الله لو سبته هي لا عادي. تمام؟ تعالى اكتب انت. لا انا عايز ارسم دايره بس انا خليك. طيب انا هرسمها تحت هنا كده. تمام؟ اللي جوه اي افوميتر. الافوميتر ده تبقى اطراف البلاكات بتاعته دي في من 1.5 فولت ل 7.5 فولت. انت كانسان عمرك ما هتحسها بايدك. النهارده مثلا انا مثلا بقيس مقاومه 100 اوم. طب هو النهارده الافوميتر هيعرفها لي ازاي انها 100 اوم؟ الدائره الداخليه اللي جوه دي هو بيولد جهد. فانت لما على اطرافه منين؟ دي اسمها مقاومه التسريب. هي ايه الدايره دي اصلا؟ دي اطراف البلاكات بتاعتنا، ده الناقص وده الزائد. ده هنا اللي هو الاحمر وده هنا اللي هو ايه؟ الاسود. تمام كده؟ خلصنا. الاطراف دول هنا دي المقاومه دي بتبقى 2 ميجا اوم. هنتكلم دلوقتي عن الميجا وعن النانو والكلام ده. دول 2 على التوازي. تمام؟ ما ينفعش يبقى على التوازي، لان لو بقى على التوازي بقت ال 2 ميجا دي بقت 20 ميجا. خلينا نقول الاول. طيب ال 2 ميجا دي طلع هنا على مكبل. المكبل ده ليه تصنيف اسمه، هو اسمه مكبل. احنا نقول هنا كده هنكتب امبليفاير. انا لو مش هكتب انجليزي ممكن اكتب عربي لو حد بيتعلم ازاي عربي. طيب هنقول هنا ده كده اسمه مكبل. دي كده هنا مقاومه 2 ميجا اوم. طيب المكبل ده ليه رمز عامل كده. لو حد اشتغل في الشات خليك ورا شويه. في حاجه هنا اسمها ان اس ار 5003 بي ار. ده ايه؟ ده هو ده كبر لوحده، بس مش هيشتغل لوحده، مش هيشتغل لوحده، لازم حاجه تشغله. ايه هي؟ المقاومه ال 2 ميجا على التوالي، ومقاومه اسمها مقاومه التسريب. انت اي ابو تمسكه تلاقي فيه زي كده في بلج، في فتحه فيه مكتوب عليها يو اي اللي هو بيقيس الملي امبير. تمام؟ بس احنا شغلنا كله هيبقى فين؟ على البلجين دول اللي هو الاحمر. هي دي الدائره التكبير.
وليكن مثلا الفيلم الهندي اللي حصل ده ولد لي كام فولت؟ مثلا 7 فولت دي سي. اصبحوا جاهزين معايا الاثنين دول. لما اجي اقيس بقى المقاومه هنا البراد بتاع الافو بيروح حاطط هو بقى اللي انت كل اللي بتعمله ان انت بتحرك البرادات وعلى المقاومه على طول. في الحركه اللي انت بتعملها دي كده الافوميتر بيعمل معالجه لنفسه على جهد 7.5 مع عنده مقاومه 100 اوم اطرح وقت